أجواء العيد في الولايات المتحدة هادئة بشكلها الخارجي، متأججة داخل قلوب الأمريكيين المسلمين، مفعمة بالذكريات والحنين للوطن الأم. فبالرغم من الاحتفال بطقوس العيد، بدءا من الصلاة في المسجد ثم لقاء الأهل والأحبة حول مائدة الطعام، إلا أن البهجة تبقى ضائعة. العيد في مصر ليه مناسبة خاصة وليه عادات خاصة، وفي فرق جامد طبعا ما بين هنا العيد وهناك العيد، لأهل والأحباب والأصدقاء وكل، يعني بيبقى ليه بهجة معينة. هنا طبعا أهو بيعتبر ماشي يوم عادي يعني، بس إحنا اللي بنحتفل بيه. لم يسمح الأمريكيون المسلمون لسرعة إيقاع الحياة أن يسرق فرحتهم بالعيد وبإشعاع نور الحب والمودة. في أمريكا هنا طبعاً إيقاع الحياة سريع شوية، والشغل طوالي طول الأسبوع يعني، فلما نجي العيد بس لما تكون نصلي صلاة العيد وأول يوم بس ساعات يعني، بعد ذلك كل واحد يروح الشغل يعني، في يوم العيد نشتغل يعني، سبحان الله يعني. أصحاب المطاعم العربية بدورهم هيئوا أجواء خاصة لاستقبال العيد في محاولة لكسر حاجز الغربة، وباحتفالية تتوسع فيها مساحة المحبة. تخيل أكون صريح معك، يعني شو ما تعمل أجواء، شو ما تعمل، مش حابين أجواء العيد مثل ما تعملها بلبنان أو بلد العربية. يعني عم نحاول نحن قد ما فينا نبسطنا العالم، عملنا سبيشال منيو لكل يوم لرمضان، مع حلو مع أكل شو اسمه، وقد ما فينا يعني نستقبل في يوم العيد معهم، نسيرهم مع شو اسمه، بس خلينا نحسوا إنه في عيد. بس إنه للصراحة بهالبلد ما بتحس إنه في جو أجواء عيد، بس نحن نحاول قد ما كان فيه قد ما بنقدر نخليهم مبسوطين وضلوا يجوا لعنا. تكتمل نكهة العيد بمأكولات شهية وحلويات عربية تطفي على الطعم فرحة وحلاوة تماما كالقطر المسكوب على قطع البقلاوة. هذه نحضر الأوزة على أنواعها والمأكولات العربية الشهية الخاصة بالعيد، إضافة إلى الحلويات مثل القطايف، حلاوة الجبن، القشطة، وبالطبع البقلاوة. العيد هنا بنكهة الغربة هو عيد ذكريات وأمنيات، ذكريات من الوطن الأم مع الأهل والأصدقاء، وأمنيات بلقاء قريب وسلام شامل كي يصبح العيد عيدين. مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة من أمام المركز الإسلامي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكل عام وأنتم بألف خير.